59 أنا بعاني 11 نفر وعامل على العمل ويعني كل الأبناء يزاولوا تعليم عندي في واحد ماجستير لشيخ يقرأ كحضر الدكتوراه وعندي واحد في كلية الهندسة وعندي طفلة في صفاقس وعندي طفلة في سوسة وعندي زوز في المدارس يعني المعهد الثاني لكن توا عاد مريض ما نجمش شكيت قبل الثورة ولا نشكي المعتمدية مزبوزيات كذا يهنوني مشيت الشؤون الاجتماعية كذا تو كذا تو كذا خدمت الأوراق خذيت المغامرة العائلة الكل على أساس كرمي أنا إلى يوم هذا ما عنديش كرمي معالجة وهذا ممكن وقت لي واحد نمشي للسبيطار ونقص بسبعة أخوان وهنوني أعطيني كرمي كرمي لكن بتاع المعالجة يعني المجاني فهم وكذا وكذا كلمت خرجوني الشؤون الاجتماعية خرجوني يجي أربع ولا خمس مرات للدار وشاف وعائله وكذا خرج للمضامين خرج الأوراق خرج كذا إلى يومنا هذا زدت يعني رسلت الوالي بتاع سيدي مزيد وزاد يعلم جوني من سيدي مزيد من الشؤون الاجتماعية جو زاروني وهزوا الأوراق وزدت خرجت المضامين يعني ثلاث سنين إلى يومنا هذا ولهذا بالنسبة لنا عاف العمل ما عنديش ما عندي تو أنا عندي ستة باش يفرحوا الحي العام الجاي نقسم بالله إذا عندي باش نقرب ولهذا طالب أما خدمة ولا إعانة ولا كذا باش نتغلب عليهم يلزم يقرب إذا ما عنديش يلزم شطارهم باش يبطلوا باش نقطع على القرى هذا أختي طالب من السلطة المحلية والجهوية ومعاه ظروفي أني إنسان عدت مريض وأنا أصلا عندي مرض مزمن وستة فيهم أربعة طلبة وزوجة ثلاثة ما عادش نجمهم وعندي يعني ومعايا الوالدة مريضة وما عندي حد شيء قبل كنت نخدم بصحتي وكذا أما تو ما عادش نجم نخدم ولهذا يلزمها الدولة تراعينا وتراعي ظروفنا هذا اللي طالب.